سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوى كتجي بالتفاح، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاد الحلوى كتجي هشيشه ومزيونه وفي نفس الوقت انها اقتصاديه، وكتجي بواحد الكميه اللي هي ما شاء الله كتجي يعني كثيره. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير شنو كنحتاجوا. عندنا واحد 3 ديال التفاحات، عندنا كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت. هذا الكاس كيعادل الكاس ديال العنبه، كيعبر قدو. عندنا واحد 3 البيضات، عندنا القشور ديال الحامض محكوك، ما بغيتوش الحامض تعملوا التشين يعني الليمون. عندي واحد 2 خمارات من فئه 8 غرام، وعندي واحد خنيشه ديال السكر بالنكهه ديال الفاني، وعندي الدقيق على حسب الخليط. دابا غادي ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التحضير ديال هاد الحلوى. دابا غادي نجيب شي اناء فاش غادي نخلط هاد الحلوى، وغادي نرجع. دابا انا جبت الاناء فاش غادي نخلط الحلوى. بسم الله، غادي ناخذ البيض، غادي نديرو البيض هو الاول. البيض خصو يكون بحراره المطبخ، يعني ما يكونش من الثلاجه وتجبدوه، تكونوا ديجا جبدناه. دابا درنا البيض، غادي ناخذ كاس ديال السكر، وغادي نديرو السكر ديال الفاني، وغادي نديرو قشور ديال الحامض اللي ديجا كانوا عندي في الفريغو. دابا بسم الله غادي نخلط هاد العناصر. كنتمنى كل الفيديو موضح. غادي نخدم هاد العناصر مع بعضياتهم، غادي نضيف الزيت، كاس ديال الزيت، وغادي نخلط. طريقة سهلة، وبهاد الحلوى كتجي لذيذة وحشيشة، ما كتاخدش الوقت. دابا غادي نبقى نضيف الطحين، الطحين بقا ديروه بشويه بشويه، ما ديروش الطحين كامل، يعني باش تحكموا في باش ما يجيكمش قاصح الحلوى، يعني كتحكموا في الكميه اللي غتحتاجوا. صافي، دابا الطحين سبق لي وغنزيدو الطحين حتى كيتجمع لينا الخليط. دابا البنات غادي نزيد 2 خمارات، صافي. دابا زدت 2 خمارات. دابا غادي نخلط هاد ندخل هاد الخميره في هاد الحلوى ونرجع معاك البنات. صافي، من بعد ما دخلت الخميره في الحلوى، هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه. صافي، دابا غادي نجيب واحد اللاطا ونوريكم كيفاش غادي نديروا باقي المراحل، وانا معكم البنات. صافي، خديت واحد اللاطا دهنتها بالزيت ورشيتها بالطحين. دابا غادي نشوفو نطلقو العجينه ديالنا في هاد اللاطا،
وغادي نقي معكم التفاح ونرجع. انا غادي نطلقها في اللاطة البنات. انا طلقت معكم العجينه كتشوفوها، طلقتها في اللاطه كيفاش كتجي، كتجي على هذا الشكل. هذا ماشي مشكله البنات، واخا تبقى تدير لكم بحال هكا يعني تبان لكم بحال هكا تقطع، ما كتقطعش، غير تبعوا المقادير وغادي تصدق لكم ان شاء الله. انا غادي نحط لكم المقادير في الصندوق الوصف المضبوطه باش ما اللي بغى ياخذ يقيد المقادير. صافي البنات، دابا غادي نجيب شي موس وغادي نقي معكم التفاح. البنات غادي نقي التفاح، دابا البنات خديت داك جوج تفاحات قطعتهم على هذا الشكل هكا طوالين هكا، وخديت جوج تفاحات وحدين اخرين حكيتهم بقشورهم. دابا غادي ندوزو باش نشوفو كيفاش غادي نديرو لهاد الحلوة. دابا غادي ناخدو التفاح وغادي نديرو له على نديروه بهاد الطريقة هكا. البنات ماشي مشكل التفاح يكون حمار ولا خضر، كيما كان عندكم تفاح تقدروا تستعملوه. قدروا يسولوني بعض الاخوات يقول لك واش التفاح حمار، ماشي مشكل، المهم يكون تفاح حاضر فهاد الوصفه وصافي. دابا انا غادي ندور هاد الحلوه كلها بهاد الجناب ديال التفاح وغادي نكمل. البنات درت الحلوه ديالي دورتها كامله بالتفاح هكا بشناب، ومن الوسط حكيت له التفاح بقشور وعصرته من الماء ديالو ودرته على شكل هكا، حكيته في الحكاكه ديال المطيشه وعصرته من الماء ودرته. دابا صافي غادي ندخل الحلوه ديالنا الطيب، وملي تطيب ان شاء الله غادي نشوف كيفاش غادي تجي. البنات هي كي الحلوه ديالنا خرجت من الفران، دابا غير تبرد نقطعها في التبصيل ونوريكم الشكل النهائي ديالها في الصحن التقديم. البنات هذه هي الحلوه ديالنا كيفاش كتجي، شتي راه قلت لكم كتخرج الكميه كثيره، كتجيك بحال هكا محمره وكتجي مزيونه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لا عجبكم لا فيديو، اشتركوا في القناه وضغطوا على الزر باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش تعملوا لي لايك. نتلاقوا ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله.